نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية كفر شماخ بمركز كفر زيات، أحد مراكز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1248 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 101 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج، وكذلك إجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. احنا بنضم لنا كل التخصصات، معانا تخصص الاطفال واللي عليه اقبال كبير جدا طبعا من اهالي القريه، والقافله موفره لنا كميه ادويه كبيره والناس مبسوطه جدا بكميه الادويه اللي معانا. عياده العظام، عدد كبير من اهالي القريه خاصه الكبار في السن مبسوطين جدا بعياده العظام وان هي موفره لهم الادويه، ودكاتره من الجامعه، ومعانا عياده القلب بالتأسيس على اعلى مستوى، معانا جهاز رسم القلب متوفر للناس. جايين النهارده نساعد اهلنا في قريه شماه. انا كنت النهارده مسؤول عن عياده تنظيم عياده الباطنه. طبعا في 16 تخصص النهارده وفي الصيدليه، طبعا بنقدم خدمات لاهالينا في القريه ماشي، وبنقدم مساعدات. جيت كشفت ما شاء الله علاج وخدمه 100 100، والناس الموجوده ناس كويسين وناس محترمه.